الرئيس السيسي يوجهه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة، ويطلع على موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية. مع استمرار المعارك، الأمم المتحدة تطالب بمساعدات مالية عاجلة لدعم اللاجئين السودانيين. الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات كنيسة الإسرائيلية بمحاولة فرض السيطرة على وعي الأجيال وتطالب بتدخل دولي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة. كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصة في توشكا والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. واطلع السيد الرئيس أيضا على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار لا سيما المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وإيطاليا. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لا سيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. يستأنف الحوار الوطني جلساته العامة بشأن المحاور الثلاثة السياسية والمجتمعية والاقتصادية الأسبوع القادم، على أن تبدأ جلسات الأسبوع الثالث للمحور السياسي الأحد المقبل الموافق 4 يونيو. وتتضمن جلسات المحور السياسي جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين المدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق
السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات المدرج على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. أكد أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية أمير رشاد أن ربط قضية التعليم بالتدريب هو أمر هام من أجل توفير فرص العمل للخريجين. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. لا شك أن أي حاجة بتتم الفترة دي هي بتكون في صالح الطالب، أو إحنا بمعنى أصح بنستغل أكتر اللي إحنا نقول إحنا محتاجين إيه، أو إيه الحاجات اللي إحنا محتاجينها. يمكن كنا احتاجنا وطالبنا مثلا بإضافة مادة القومية العربية، ودي قلنا ان هي بتساعدنا على تعزيز الولاء والانتماء. طالبنا باضافه درجات للانشطه الطلابيه اللي بنشارك فيها واللي احنا بنتواجد من خلالها، اكيد كل دوت هيشكل عندي اللي انا هعمل اتزان ما بين الترفيه وما بين الدراسه. فطالما عمل اتزان ما بين الترفيه وما بين الدراسه، عمري في يوم ما هاجي اقول ان انا بكره تعليم او ان انا رافض المنظومه التعليميه او ان انا بنتقد المنظومه التعليميه. الحوار الوطني النهارده كمان بيساعدنا اللي احنا بنساعد او بنكون لينا راي في تشكيل قرار وزاري جديد مقترح من رئاسه الوزراء جاي اللي احنا المجلس الاعلى الوطني للتدريب والتعليم. اكيد ده بيفيدنا جدا وبيساعدنا اللي احنا نقدر نقول راينا او نقول ان يكون موجود داخل التربيه والتعليم او داخل القرار الوزاري الجديد، يكون هناك ممثل للطلاب من المدارس وممثل للطلاب من الجامعات، بحيث ان هو ينقل الصوره الشبابيه او الصوره الطلابيه اللي بتكون بتدور في ذهن الطالب اكتر، لان اكتر احتكاك بالطالب هو الطالب، وهو اللي بيبدا يبقى عارف هو محتاج ايه ونفهم بعض اكتر. فانا بنقل صوره بتكون موجوده داخل مدارس وداخل جامعات بنمر بيها او بنشتكي منها، او بيبقى صوت الطالب محتاج ان انا اتكلم فيها او اتكلم عنها حاجات كتيره جدا ببدا اقولها بحيث انها تشكل فيه. يمكن حاليا بيتم التشكيل مثلا او بيتم المناقشه في التشكيل الوزاري الموجود او التشكيل المفترض للمجلس الاعلى اللي من ضمنه 12 وزير وعدد كبير من الخبراء في التعليم وفي غير التعليم وفي الاستثمار، علشان يتم ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التعليم. أكد رئيس حزب مصر بلدي سيف الإسلام عبد الباري على أنه موافق من حيث المبدأ وعلى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مشيرا إلى إمكانية إضافة اختصاصات له لتحسين أدائه. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. احنا موافقين عليه من ناحية المبدأ، في بعض المواد يعني تعديل او اضافه. المحصله النهائيه، لان احنا مجلس اداره الحوار الوطني مش مجلس تشريعي ولا مجلس صياغه، هما بيتناقشوا هنا على اللي ممكن يضيفوه ايه للاختصاصات لكيفيه الاداء الحاجات دي كلها، انما في الاخر كل ده لابد ان يعود الى مجلس النواب للمناقشه في الجلسه العامه والصياغة القانونية لهذا القانون. أكد الباحث في الاتصال السياسي والمؤسسي أحمد عبد المجيد أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تجرى مناقشته بجلسات الحوار الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه يمثل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التعليم في مصر وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات التنمية. وجاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. النهارده احنا في الحوار الوطني بنتكلم على ادوات القانون الجديد بالنسبه لاقرار المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب.
الآليات الهامة اللي بنواجهها في حياتنا في قضية بناء الإنسان هي فكرة تدريب المعلم وإجراءات تطوير الطالب نفسه فكريا وذهنيا ومواكبة سوق العمل وتدريبه في التعليم قبل الجامعي وتحويله إلى طالب جامعي ثم انطلاقه لسوق العمل بعد كده. أحد القضايا المهمة اللي احنا بنواجهها في مصر هنا بقالنا 10 سنين هي فكرة القضاء على الموروثات القديمة بالنسبة للأسر نفسها. فالنهاردة الدور الأسري هو فكرة أن أنا النهاردة أقدم الطالب نفسه أو أن أنا أحوله إلى طالب قادر على أن هو يتواكب مع الإجراءات الحديثة التي تتخذها الدولة من خلال التحول الرقمي من خلال البنك المعرفة. برضو في بعض الإجراءات اللي بتتم من خلال وزارة التربية والتعليم في إنشاء قنوات مدرستنا وإطلاق التعليم العملي من خلال الإنترنت. دي إجراءات بتسهل كتير جدا على الطالب وبتقضي على دروس خصوصية وبالتالي قد أنها تؤدي إلى تقليل الإنفاق بالنسبة للأسرة وده هيؤدي لتقليل التضخم الاقتصادي بالنسبة لمصر في المرحلة القادمة إن شاء الله. شدد عضو مجلس النواب هاني أباظة على ضرورة العمل على سن قانون مستدام يخص التعليم تكون خططه طويلة الأجل. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. التعليم عموما هو لونج تيرم، يعني هو موضوع خط طويل المدى، يعني اللي بيخش منظومة التعليم بيطلع بعد 14 سنة. فالنهارده ال 14 سنة لازم انا يبقى في قانون واحد مستديم وواضح عارف بيعمل ايه وداخل يعمل ايه وفي ديزاين او في تصميم للمنهج من اول ما يخش الكي جي لغايه لما يطلع من الجامعه. الكلام ده كان بيفتقر للاستدامة وبيفتقر للدقه وبيفتقر لمواكبه عصر التكنولوجي وبيفتقر حتى لمواكبه حتى البيئه المحيطه. أكدت مؤسسة المبادرة المصرية والعربية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتحررات من الأمية سهام نجم على أنه تم عقد جلسة التعليم ضمن جلسات الحوار الوطني المخصصة لمواجهة تحديات التعليم وسبل تطويره. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. عقدنا أول جلسة في يوم الخميس الماضي لجنة التعليم، وكانت حقيقة لجنة سريعة جدا جدا في أفكارها. الجلسة بتاعت النهاردة أنا بعتبرها استكمال لهذا الحوار اللي بدأ يوم الخميس اللي فات، وإن كانت مخصصة لمناقشة مقترح القانون الخاص بالمجلس التعليم والمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. الحقيقة النهاردة كان في تنوع كبير جدا في الآراء حوالين هذا المجلس، من حيث نشأته، من حيث أهدافه، من حيث المسمى بتاعه، حتى المسمى تم عليه جدال كبير جدا نتيجة إن في تحديات ضخمة جدا جوه العملية التعليمية، سواء في التعليم ما قبل التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي، وكمان لأن في حوالي 13 قانون وقرار رئاسي بقوانين خاصة بإنشاء مؤسسات هياكل مؤسسية معنية بتطوير التعليم واعتماده، ونتيجة لقدر من التوتر أو الاضطراب ما بين هذه المؤسسات في اختصاصاتها وفي تداخل هذه الاختصاصات مع بعض، كان في أهمية أن احنا نقول أن لابد أن يكون الشكل أو الاسم الموجود سواء كان مفوضية أو هيئة عليا أن يكون مظلة لكافة المؤسسات المعنية بالتعليم والتعلم في مصر والتدريب أيضا. الحقيقة أضفت كمان النهاردة أن يكون التعليم والتعلم وليس التعليم فقط، التعليم هي المؤسسات كلها التعليمية سواء كانت تعليم قبل الجامعي أو تعليم جامعي، لكن كمان التعلم بيلقي الضوء على أهمية دمج مكون تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في إطار هذه المؤسسة ومن اختصاصات هذه المؤسسة. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرفي الصراع في السودان بانتهاك التزامات وقف إطلاق النار. وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية أوسلو، حذر بلينكن من أن واشنطن تبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيضاح وجهة نظرها في الأمر لدى طرفي الأزمة في السودان. كما وصف بلينكن الوضع في السودان بأنه هش جدا. And the people of Norway have welcomed some 43,000.
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة والشركاء سيواصلون تحميل الأطراف في السودان المسؤولية عن العنف غير المبرر. وشدد المسؤول الأمريكي على أن بلاده ستواصل فعل كل ما هو في وسعها لمنع طول أمد الصراع والمعاناة في السودان. كانت الولايات المتحدة أكدت أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة شرط أن تكون الأطراف جادة في مسألة الهدنة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جادة في التزام وقف إطلاق النار. أصدر الجيش السوداني بيانا للتعليق على قراره تعليق المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية سعودية أمريكية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبد الله أن سبب تعليق المحادثات هو عدم التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة الحالية وعدم التزامها بمتطلبات اتفاقات الهدنة السابقة بشأن المساعدات الإنسانية والمرافق. كما أشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى عدم التزام قوات الدعم السريع بوقف التحركات العسكرية خلال فترات الهدنة وسط محاولات لتكثيف وجودهم في المناطق السكنية. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن شهود عيان بوقوع اشتباكات مسلحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في مختلف أنحاء العاصمة التي تتكون من الخرطوم ومدينتيها البحري وأم درمان. وقال سكان أنهم سمعوا دوي النيران المدفعية الثقيلة في شمال أم درمان، كما سمعوا إطلاق نار متقطع في جنوب بحري. واستمرت الاشتباكات بالقرب من سوق في جنوب الخرطوم حيث قتل ما لا يقل عن 17 شخصا وأصيب العشرات وفق بيان للجنة التمهيدية للنقابة الأطباء في السودان. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 100,000 لاجئ سوداني فروا إلى تشاد منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 6 أسابيع، مما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 500,000 لاجئ سوداني. ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة لدعم اللاجئين السودانيين، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 200,000 آخرين قد يضطرون للفرار إلى تشاد في الأشهر الثلاثة القادمة. وذكرت الوكالة أنها تحتاج إلى نحو 215 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدات الضرورية لجميع اللاجئين والنازحين في تشاد، لافتة إلى أنه تم الحصول على 16% فقط من المبلغ المطلوب. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته السلوفينية تانجا فاغون أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وجاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه شكري من الوزيرة السلوفينية، حيث تناول جانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة. وحرصت الوزيرة خلال الاتصال على التعرف على تقييم ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لا سيما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام الكنيسة الإسرائيلية على إقرار قوانين عنصرية جديدة تهدف إلى فرض الرواية الإسرائيلية على وعي الأجيال الفلسطينية وتهويده عبر تكثيف الإجراءات التضييقية على المعلمين والطلبة. واعتبرت الخارجية الفلسطينية إجراءات سلطات الاحتلال بحق المدارس الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية المختصة والمعنية بحقوق
الإنسان وفي مقدمتها اليونسكو للتدخل العاجل لوقف استكمال تشريع تلك القوانين باعتبارها عدوانا صارخا على حق المواطن في التمسك بهويته وحضارته وثقافته وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروعي قانونين يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس الفلسطينية وتدقيق في نشاط المعلمين الفلسطينيين. قام وزير الشؤون الإسلامية السعودي رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المرافق بمنطقة المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. كما دشن وزير الشؤون الإسلامية السعودي مشاريع الصيانة والتشغيل لمساجد مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة وعدد من المرافق الخدمية بمشعر منى. استعدادات ولله الحمد اكتملت 100% في المشاعر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع المساجد هيئت بجميع ما تحتاج إليه من تكييف ومن إضاءة ومن فرش ومن مياه ومن تنقية الهواء وجميع الأعمال المناطة بوزارة الشؤون الإسلامية. الآن نستطيع نستقبل الحجاج في أي وقت كان وفي أحسن حالات الاستعداد، فضل من الله سبحانه وتعالى ثم فضل التوجيهات والدعم الكبير الذي يدعم الوزارة بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي ولي العهد الذي يعمل ليل نهار منذ أشهر ويوجه ويتابع الأعمال التي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام والقادمين لأداء هذه الفريضة الكبرى الحج. وما زالت نشرة التاسع مستمرة وتتابعون فيها. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على أراضيها عبر حدودها الجنوبية الغربية. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي إن كييف لم تحدد موعدا بعد لعقد قمة من شأنها وضع معايير لإنهاء الحرب، حيث تعمل كييف على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول إلى الطاولة. وبعد اقتراحها خطة سلام من 10 نقاط تم طرح العديد من الأماكن في شمال أوروبا لاستضافة القمة، فيما قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هناك احتمالية لتنظيم القمة في ليتوانيا قبل انعقاد اجتماع رؤساء حلف شمال الأطلنطي في العاصمة فيلينيوس يومي 10 و11 من يوليو القادم. أهلا بكم مجددا. ونستكمل نشرة التاسعة، حيث أعلنت روسيا إحباط هجوم أوكراني عند حدودها الجنوبية الغربية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات أوكرانية مكونة من سريتين من المشاة معززتين بدبابات حاولت الدخول إلى الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت طائرات ومدفعية لصد الهجمات ومنع القوات الأوكرانية من العبور إلى الأراضي الروسية. ندد الكرملين بمقال إنه صمت من المجتمع الدولي بعد تعرض منطقة بلجرود القريبة من الحدود الأوكرانية لهجوم مسلح حملت موسكو مسؤوليته لكييف. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن المجتمع الدولي لم يقم بإدانة أوكرانيا ولو بكلمة واحدة رغم التسجيلات والمواد التي تصور الضربات على المباني السكنية والبنى التحتية الاجتماعية وغير في بلغرود، مؤكدا أن الهجوم لن يؤثر إطلاقا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أعلنت وزارة التجديد والبنية التحتية الأوكرانية توقف اتفاق تصدير الحبوب مرة أخرى، وأرجعت السبب إلى منع روسيا تسجيل السفن المتجهة لجميع المواني الأوكرانية. وقالت الوزارة إن 50 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية، وأشارت إلى أن تلك السفن مستعدة لنقل 2.4 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى الخارج. كما أضافت الوزارة الأوكرانية أن روسيا أغلقت ميناء بيفديني الأكبر في أوديسا، رغم أنه ليس جزءا من اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمرير مجلس النواب مشروع قانون لتعليق سقف الدين، وهما يستنفذ الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها. وقال بايدن إن اتفاق الميزانية هو حل وسط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فلم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، ولكن هذه هي مسؤولية الحكم. ودعا الرئيس الأمريكي مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع قانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مشروع قانون الذي يعلق سقف الدين حتى الأول من يناير 2025. صوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار. وصوت لصالح مشروع القانون 314 نائبا مقابل 117 صوتوا ضده. ويتعين على مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانونا نافذا في غضون 5 أيام على الأكثر. Today the House is taking historic steps to address our nation's out of control debt. This House Republican win rescinds $28 billion in قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إنه كشف عن مؤامرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصا في هواتف أبل. وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن 10,000 من هواتف أبل مصابة بتلك البرمجيات الخبيثة، منها هواتف مشتركين داخل روسيا. وأضاف أن الاستهداف شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا، كما شمل دولا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق ودولا ضمن حلف الناتو حاليا بالإضافة إلى الصين. قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن اليابان والولايات المتحدة ستعززان العلاقات من خلال تعزيز قدرات الردع والهجوم المضاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لايد أوستن في طوكيو. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تقف إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية وحلفائها في مواجهة ما وصفها بالاستفزازات المستمرة لكوريا الشمالية. تستضيف سنغافورة غدا الجمعة وحتى 6 يونيو الجاري اجتماع حوار شانغريلا الذي يستقطب كبار مسؤولي الدفاع والضباط العسكريين والدبلوماسيين وصانعي الأسلحة والمحللين الأمنيين من جميع أنحاء العالم. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع أكثر من 600 مندوب من 49 دولة.
شهد القطاع السياحي طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث اعتمد اهتمام الدولة في الترويج للسياحة على إظهار حجم التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي، ويضم ذلك سياحة شاطئية وثقافية ودينية وغيرها من أنماط السياحة التي تجذب العديد من الفئات المختلفة على مستوى العالم. صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي كأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي، ولما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد. جاء اهتمام الحكومة بهذا القطاع الحيوي الذي حقق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الماضية. شهد القطاع السياحي طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، إذ شهد فتح العديد من الأسواق الجديدة وابتكار العديد من الخطط الترويجية التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين، خاصة الشباب، فضلاً عن تحسين جودة المنتج السياحي ليكون قادراً على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم. تبنت الدولة رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر. كما عملت الدولة على تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي. ثمار ذلك جنته مصر، إذ تقدمت 18 مركزاً في مؤشر تنافسية السياحة والسفر، وذلك في الفترة من 2015 وحتى 2019. كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إيرادات بلغ نحو 12 مليار و600 مليون دولار في عام 2018-2019، وهو الأمر الذي انعكس إيجابياً على الانطباع العالمي للسياحة المصرية التي لاقت إشادات دولية واسعة. هذا وقد أشادت وسائل الإعلام الأجنبية والصحف الغربية بجهود مصر لتنشيط السياحة والترويج لها، حيث اعتبرت أن مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية خلال العام الحالي. We'll be right back.
هذا وقامت مصر بجهود كبيرة للارتقاء بقطاع السياحة الذي يعد من أبرز قطاعات الدولة التي تشهد العديد من النجاحات والإنجازات. الزميلة ميرنا إيهاب تستعرض تقريرا معلوماتيا حول تلك الجهود التي قامت بها الحكومة. أهلا بحضراتكم. يعد قطاع السياحة من أبرز قطاعات الدولة التي تشهد العديد من النجاحات والإنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات، وتضع الدولة نصب أعينها الارتقاء بهذا القطاع الحيوي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار السياحة أحد أبرز مصادر الدخل الأجنبي. شهد القطاع السياحي طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، من إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة إلى تواصل تدريب العاملين والاهتمام بالعامل البشري، فضلا عن بدء تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية. وافقت اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني والأثار والإعلام والثقافة بمجلس النواب بتشكيلهما الجديد على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والأثار، كما تم إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة رؤية 2030. ومن بين إجراءات الدولة لإنعاش الحركة السياحية إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد من 1 من شهر يناير حتى 30 من شهر أبريل لعام 2022، والإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين مباشرة إلى المحافظات السياحية، مما ساهم بشكل كبير في حجم السياحة الوافدة إلى مصر. قامت الوزارة أيضا بالتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية الترويج السياحي لمصر، وتم استلام النسخة النهائية من الاستراتيجية بعد مراجعة اللجان المعنية. وقد انتهجت الوزارة أيضا نهجا جديدا بتنفيذ فعاليات ضخمة يتم تغطيتها عالميا لإظهار المقصد السياحي المصري في صورة جديدة غير الصورة التقليدية، ذلك وفقا للاستراتيجية الجديدة للترويج السياحي. رعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية كان من ضمن أجندة الارتقاء بالقطاع السياحي. وفي هذا الإطار تم تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2021، وبطولة العالم للرماية، وماراثون الأقصر الدولي للجري، ورالي تحدي صحراء مصر، ومهرجان الطبول الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، ومهرجان أسوان للمرأة، وأيضا مهرجان القاهرة السينمائية الدولية، وذلك بهدف الترويج للسياحة المصرية. الانتهاء من ميكنة المرحلة الأولى من خدمات الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية، والانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يستخدم في الأغراض الترويجية للسائحين، وإطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة، مثل مبادرة شتي في مصر لتشجيع السياحة الداخلية خلال الفترة من 15 من شهر يناير حتى 31 من شهر مايو لعام 2021، وإطلاق فيلم ترويجي للمبادرة وشراء مساحات إعلانية، وحملة ترويجية في السوق العربية بعنوان الصيف في مصر حكاية، وذلك في مايو من عام 2021. وفي يونيو من نفس العام تم إطلاق الجزء الثاني من حملة بعنوان مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلم للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم، وذلك في 14 من شهر يوليو من عام 2021، ذلك بالإضافة إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق الروسية. وقد فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في شهر نوفمبر من عام 2021. وأطلقت وزارة السياحة والأثار عددا من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعي السياحي، مثل مسابقة فوازير رمضان للأطفال والتي كانت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسابقة في كل شبر حكاية، والتعاقد مع شركة دولية جديدة لإدارة موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالترويج السياحي. جهود الدولة في دعم قطاع السياحة خاصة في فترة الأزمات محل العديد من الإشادات الدولية، خاصة في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية وتوجيه كافة سبل الدعم والراحة للسائحين الأوكران الذي تعذر عودتهم إلى بلادهم، حيث تم استضافتهم في الفنادق إقامة كاملة وتوفير رحلات الطيران لدول المجاورة لأوكرانيا،
وذلك من أجل إعادتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في المقصد السياحي المصري والذي يعد واحدا من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. أهلا سحر، أهلا دينا، شكرا لكما. ونتابع معكم أهم وأبرز الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نشرت مجلة إيكونومست البريطانية تقريراً سلط الضوء على الإجراءات الحكومية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال. وقالت المجلة في تقريرها إن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تعالج بعض الصعوبات الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة أول جهد منسق لتحسين بيئة الأعمال في مصر. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أرحب بك دكتور. وإذا كما تابعنا في الخبر هي نظرة إيجابية للإيكونومست حول وضع مناخ الاستثمار في مصر، كيف ترى الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسهيل ودعم المستثمرين مؤخرا؟ حضرتك أولا مجموعة إجراءات تم الإعلان عنها من المجلس الاستثمار، وأيضا كانت نتاج طبيعي للمعطلات والمشاكل التي كانت بتواجه المستثمر. الدولة المصرية حاليا بتحاول انها تزيد وتغلق، يكون هناك مناخ جاذب للاستثمار بشكل كبير، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم القطاع في النشاط الاقتصادي. فكان لابد من وجود بعض القرارات التي تهدف الى زيادة هذا يعني حتى الاستثمارات الأجنبية والعربية وأيضا المحلية. فجاءت هذه القرارات الدولية لطلب بشكل كبير أنها تساهم حتى خلال الفترة. نعم، من وجهة نظرك كيف اختلفت هذه الإجراءات والمبادرات عن سابقتها من مبادرات لتحفيز الاستثمار الخاص في مصر؟ هي كل مبادرة الهدف منها أنها بتحاول أن تكون داعمة للقطاع الخاص، سواء كانت مبادرات قامت بها المركزي أو مبادرات قامت بها الحكومة لدعم قطاعات بعينها زي القطاع الصناعي أو القطاع السياحي في أزمة كوفيد-19. ولكن هذه المرة هي بتشتمل على كافة القطاعات. القطاعات التي تم يعني الإعلان والإصلاح عنها وهي 22 الهدف منها أننا يكون هناك تسهيل للقطاعات، إجراءات الرخصة الذهبية، فتح الاحتمالات الخاصة بالرخصة الذهبية فقط هذا المقام، ولكن تشتمل على كافة المشروعات. نفس الحال في تسهيل إجراءات رد الضريبة وتسهيل إجراءات الإقامة الخاصة بالمستثمرين الأجانب والعرب. أشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لبحث التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما، وهما مجمع انتاج السولر الجديد بأسيوط التابع لشركة أنوباك ومصنع انتاج الميثانول بدمياط. ويهدف التنسيق بين الوزارتين إلى زيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة. وأكد الملا أن قطاع البترول يولي أهمية خاصة لرؤيته في الحفاظ على الموارد المائية، والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركنا أساسيا فيها، لافتا إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه.
التقى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيث كليم على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن. شهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر. وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدا تتولى بموجبه تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة. ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم تم الانتهاء من تنفيذ 3 مراحل للتأثيث بأحدث أنواع الأثاث المكتبي الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية جميع الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع وأولى جلساتها في شهر يونيو على مكاسب جماعية مدعومة بعمليات شراء على غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، وذلك وسط عمليات إعادة لتكوين المراكز المالية للمستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 1,140,217,000,000 جنيه، وذلك بعد تداولات كلية بلغت 2.9 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على صعود تبلغ نسبته 21% مسجلا 17,533 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.22% منهيا التعاملات عند مستوى 3,289 نقطة، بينما أنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا أنهى التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.8% عند مستوى 4,927 نقطة. أما في أسواق البترول العالمية فشهدت أسعار النفط انتعاشا هامشيا خلال التعاملات وسط التطورات الأخيرة بالولايات المتحدة بشأن موافقة مجلس النواب على تمرير اتفاق سقف الدين إلى مجلس النواب للتصويت عليها قبل اعتماده والمقرر يوم 5 يونيو، وكذلك تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا. أما على صعيد التداولات فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 72.81 دولار للبرميل، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 68.1 دولار، وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى $2.25 للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8% لتسجل $2.18 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بمقدار الثلث هذا العام، إذ ستقود السياسات الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة. وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 جيجاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 جيجاوات في عام 2023. وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 جيجاوات، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ناجي ودينا فكري، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.
نظم المتحف القومي للحضارة المصرية احتفالية بمناسبة رحلة العائلة المقدسة داخل مصر. فعاليات الاحتفالية يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. نعم، نحن هنا الليلة في متحف الحضارة المصرية، كنا نغطي فعاليات الاحتفال بذكرى مرور العائلة المقدسة بمصر ودخولها إلى أرض مصر. هذه الذكرى التي تصادف الأول من شهر يونيو من كل عام، احتفالية تدشنها وتحتفي بها مصر بكل أطيافها وبكل أبنائها، لأنها احتفالية تهم الجميع، مسلمين ومسيحيين، وبالنسبة للمسيحيين فهي تهم كل مسيحي العالم. هذا الحفل الذي كان موجودا الليلة كان على رأس المدعوين وفود من الأزهر الشريف ومن الكنائس الموجودة في مصر، طبعا الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأخرى الموجودة في مصر ممثلين عنها. شهد هذا الحفل شرح لمسار العائلة المقدسة كما يتضح من الخريطة الموجودة بخلفي والأماكن التي زارتها العائلة المقدسة أثناء دخولها إلى مصر وقضائها لنحو 3 أعوام و8 أشهر في هذه الأرض المباركة، أرض مصر. طبعا هذا الاحتفال شهد أيضا وجود معرض للرسوم الزيتية قدمته الفنانة الدكتورة منال متولي الفنانة، والتي رسمت لوحات، هي لوحات من نسخة واحدة ولا توجد لها أي نسخ أخرى، ومنها لوحة قد أهدتها كما ذكرت في مداخلتها لكنيسة الفاتيكان وأهدتها إلى بابا الفاتيكان، و حرصت على أن تكون هذه اللوحة التي أهدتها لوحة واحدة أو وحيدة من نسخة واحدة، ولم تحب أن تصنع لها نسخة أخرى لتكون فريدة وإهداء من فنانة مصرية مسلمة للمسيحيين حول العالم. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. وعودة مرة أخرى إلى ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الرياضية. يواصل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته القوية لمواجهة الوداد المغربي، وذلك في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولية. واطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي على جاهزية أكثر من لاعب لمواجهة الأحد المقبل، في مقدمتهم الحارس الأول محمد الشناوي ولاعب الوسط حمدي فتحي. كانت بعثة الوداد المغربي قد وصلت إلى القاهرة تمهيدا لمواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب. حقق فريق حرس الحدود فوزا ثمينا على ضيفه أسوان بهدف نظيف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد المكس في الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب إبراهيم القاضي في إحراز هدف الفوز لصالح فريق حرس الحدود، والذي رفع رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الأخير، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند 31 نقطة في المركز 14. ودعت بطلة التنس المصرية مايال شريف بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الجراند الأربعة الكبرى بموسم التنس من الدور الأول بمنافسات زوج السيدات. جاء ذلك عقب خسارتها رفقة التشيكية تامارا زيدانسك أمام الثنائي المجري أنا بوندار والبلجيكية كريات منين، وذلك بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور الأول بالبطولة بالمنافسات. وكانت مايار شريف قد ودعت البطولة أمس بمنافسات فرد السيدات من الدور الثاني، وذلك عقب خسارتها أمام الروسية أنستازيا بوتابوفكا وهي المصنفة رقم 25 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة. ختام أخبار الرياضة، عودة مرة أخرى لدينا وصحر، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.
شاعر نافذ وأديب وروائي مسرحي من الطراز الأول حفر اسمه في تاريخ المسرح الغنائي والنقدي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. إنه الشاعر الغنائي نجيب سرور الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى ليلى عمر. شكرا لكما، وننتقل إلى أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة العظمى فيها 40، الصغرى 24، الإسكندرية 33 20، مطروح 25 18، بورسعيد 35 22، الإسماعيلية 40 24. ننتقل للسويس 38 24، العريش 40 21، طابة 36 24، شرم الشيخ 40 28، الغردقة 38 27. أما في الأقصر فالعظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43 27، الوادي الجديد 42 28، شلاتين 36 25، وأخيرا حلايب 33 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين.
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة، ويطلع على موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية. مع استمرار المعارك، الأمم المتحدة تطالب بمساعدات مالية عاجلة لدعم اللاجئين السودانيين. الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الكنيسة الإسرائيلية بمحاولة فرض السيطرة على وعي الأجيال، وتطالب بتدخل دولي.